صباح الخير واهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان. طبعا الناس كلها ملهاش سيره غير ليله امبارح، ليله غريبه جدا من حيث الارصاد الجويه قضاها كل المصريين، خاصه في محافظه القاهره والجيزه ومحافظات مدن القناه. فجاه لقينا الهواء، بعدين لقينا رعد وبرق، وبعدين الامطار، وكانت امطار يعني نسبتها كبيره جدا وعاليه، وكلنا استغربنا الحقيقه شويه من كل اللي حصل امبارح، خاصه وان لسه بدري على القاهره. يمكن الاهالي في اسكندريه والبحيره والمحافظات اللي على السواحل الشماليه متعودين على ده، لكن بالنسبه لنا احنا في القاهره مستغربين لسه شويه من كميه الامطار اللي كانت موجوده امبارح والرعد والبرق. واضح انه ده كمان هيكون مستمر معانا اليومين اللي جايين، لانه هيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان يشهد اليوم الثلاث استمرار الاجواء الخريفيه على كافه الانحاء، حيث يسود طقس حار على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائل للحراره على السواحل الشماليه وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، هيكون شديد الحراره على جنوب البلاد. وعن حاله الطقس ليلا، يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. واوضحت هيئه الارصاد الجويه ان النهارده التلات بيشهد فرص امطار خفيفه الى متوسطه، هتكون رعديه احيانا على مناطق متفرقه من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعه، وفرص امطار خفيفه على مناطق متفرقه من الجيزه وشرق القاهره واقصى غرب البلاد. ده هيكون تقريبا من الساعه 2 صباحا حتى 2 ظهرا. وبنتابع معاكم كمان اوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجويه بالهيئه العامه للارصاد الجويه انه من المتوقع ان تشهد البلاد امطار خفيفه لمتوسطه مع برق ورعد في سماء القاهره ومحافظات الوجه البحري، ولفت الى ان الاجواء الخريفيه تسيطر في الوقت الحالي والشتاء لم يبدا رسميا. كل ده لسه الشتاء لم يبدا رسميا. شاف كمان محمود شاهين فرص امطار النهارده هتكون على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد، زي ما قلنا لكم هتكون تقريبا من الساعة 2 صباحا حتى 2 ظهرا. وأخرى أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا حتى توقيت 2 ظهرا اليوم الثلاث الموافق 12 أكتوبر، حيث حذرت الهيئة من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة نظرا للتغيرات الحادة والسريعة التي طبعا هي من سمات فصل الخريف، ومن خلال آخر تحديث للصور الأقمار الصناعية ورادار الطقس وخرائط التوزيعات الضغطية بنتوقع استمرار سقوط الأمطار، يعني هتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، هتكون رعدية أحيانا مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وفي سيناء ومنطقة خليج السويس. وتابعت الإدارة بأنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المناطق. خلينا برضو لحضراتكم درجات الحرارة النهاردة التلات. خلينا نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، مطروح العظمى 28 والصغرى 21، سوهاج العظمى 36 والصغرى 22، قنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأخيرا أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة. تابعنا معاكم كل الأحوال الجوية لحد دلوقتي، بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتنا في هذه التغطية، كنت معاكم فيها هشام عبد التواب من إعداد زميلنا محمود حسن. شكرا جزيلا ليكم وإلى اللقاء.